أبدأ الآن رحلتي المحفوفة بمخاطر طريق تكريتا كركوكا الواصل إلى أقليم كردستان. إنه طريق الموت أو ما يعرف بمسار الحوادث، 230 حادث سير وقع عليه في 2021 عند ثلال حمرين إحدى أخطر مكامن الإرهاب في العراق. سجل الطريق 5 حوادث في غضون أسبوع فقط، راح ضحيتها طبيب وضابط، والسبب الرئيس إغلاق الجانب الموازي وفتح جانب واحد للسيارة في الذهاب والإياب بين تكريتا وكركوك. هذا الشارع، هذا السيد الثاني قبل ما جاء داعش اجوا عليه سووه اشتغلوا بيه. شوف هسه هذا حتى مشتغلينه، السيد الثاني توقفوا بيه لحد هاي اللحظه من عام 2014 توقف لحد هاي اللحظه، وجاءت تروح ناس ابريات كثير، يعني باليوم لا يقل عن هذا الجبال لا يقل عن 4 حوادث 5 حوادث. منذ 2013 أطلق مشروع توسيعة الطريق بدءا من قضاء العلم حتى الحدود الإدارية لمحافظة كركوك، لكن اجتياح تنظيم داعش الإرهابي وغياب التمويل أخر العمل في المشروع إلى أجل غير مسمى. هذا المشروع من ضمن مشاريع محافظة صلاح الدين، برنامج تنمية الأقاليم، تمت إحالته إلى شركة، هذه الشركة استأنفت العمل ووصلت إلى التوقف بالعمل لكون لا يوجد لها تخصيص سنوي، ضمن علما أن المشروع مقر ومن المؤمل أن يكون لها تخصيص سنوي في عام 2022 وتستأنف العمل. وبالرغم من فرض مديرية المرور جبايات للطرق والجسور تتراوح بين 30,000 دينار و 250,000 للسيارات الصغيرة والشاحنات الكبيرة عند تجديد السنوية، فإن حال الطريق من سيء إلى أسوأ. ويقول مسؤولون ليو تي في إن كلفة فتح جانب آخر لطريق تكريتا كركوكا المقدرة ب15 مليار دينار خصصت منذ سنوات، لكن الخلافات الحزبية وفساد الحكومات المتعاقبة منعت صرفها. من صلاح الدين، محمد السمرائي، يو تي في.